خليني أقول بأنه إن كان خيار السيد مقتدى الصدر هو الشارع وهو هذا الرأي الأرجح، أعتقد بأن الصدر قد حاز على يعني تعاطف العديد من الشرائح الاجتماعية خلال الفترة السابقة، لا سيما الضغط من خلال التشريع قانون الأمن الغذائي وشمول شرائح اجتماعية عديدة، لا سيما المحاضرين المجانيين و يعني أيضا المتعاقدين مع الحكومة. هذه الشرائح ربما سوف ترد الجميل للصدر بالمشاركة معه في أي حراك احتجاجي. بالنسبة فيما يتعلق بنا وبالقوى التشرينية، بالتأكيد هذه القوى يعني ومن خلال حوارات عديدة نخوضها بشكل يومي، هذه القوى تمتلك رؤية مغايرة لطبيعة الصراع السياسي. يعني السيد الصدر باعتبار الكتلة الفائزة كان من حقه أن يذهب إلى تشكيل الحكومة مع حلفائه، ولكن يبدو أنه وهذا ما وصل إليه في سره أن آليات العمل السياسي في العراق لا تحكمها المؤسسات الدستورية، بمعنى أن مجلس النواب وحده غير قادر على حسم من هو الذي سيشكل الحكومة مهما كان حجم المقاعد الذي تملكه. هنالك يعني مفاعيل خارجية تفعل فعلها في الشأن السياسي، أبرزها العلاقات مع الإقليمية والدولية التي تتحكم في الشأن، أو التدخلات الإقليمية والدولية التي تتحكم في الشأن السياسي أولا، وثانيا هنالك عوامل أخرى منها المال السياسي الذي يستخدم لشراء الذمم والأصوات، وأيضا السلاح المنفلت الذي هو يعني يستخدمه البعض كقوة لردع خصومهم السياسي.